السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم اللي عندكم صباح، ويسعد مساكم اللي عندكم مسا. هنفتح الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله من هنا، من عند الاخ فارس والاخ محسن. الناس دي بصراحه من افضل الناس بتاعت الطعوم اللي احنا قابلناها في المعديه. يعني في راحه نفسيه في الشغل، وفي بصراحه برضه في سماحه في البيع. يعني الجمبري عندك عامل ايه امبارح يا عم محسن؟ اهو تمام. بسم الله ما شاء الله، اهو شغل حي. طب طلع تجاري كمان يا محسن. طلع تجاري كمان. اللي عايز شغل تجاري يا جماعه، اللي عايز شغل مش تجاري، اللي عايز قطاعي، الدنيا هي زي الفل اهي. بسم الله ما شاء الله، الله باذن الله. الله يبارك يعني. طب يا ابني رقمكم انتوا قلتوه في الفيديو اللي فات والناس مش عارفه في ايه، تمسكوا قول لي الرقم بقى ثاني. 012 040 2 1 8 1 8 1 8. صباحك زي الفل يا عم ان شاء الله خير. انا معتمد الجماعه دول يا جماعه، اي حاجه اللي عايز حاجه يتفضل ياخدها يعني ان شاء الله. شرفنا طبعا النهارده اخواتنا الصيادين برضو. اسم الكريم محمد. عشا سمك محمد. محمد سمك. عشا سمك محمد. متوكلين على الله رحيم فين امال؟ الله يسهل لكم الحال يا رب، ربنا يوسع علينا وعليكم. والمشرشر اهوت برضه بتاعه بسم الله ما شاء الله. بكام الطرد ده؟ ب10 يا جماعه. يلا الله يوسع علينا وعليكم، يومنا جميل ويومكم جميل باذن الله. طبعا يا جماعه انا النهارده اهو برضه في يوم جديد في نفس المكان اللي هو قلنا مصب النيل ان شاء الله، اختلاط المياه الحلوه بالمياه المالحه. ده التصريح بتاعه اهوت. بالنسبه للتصريح، الناس اللي هي بتسال على التصريح، التصريح بيتعمل ازاي يا جماعه؟ التصريح بتعمله فيش خاضع لقوات حرس الحدود او مكتب مخابرات حرس حدود. الفيش ده بتعمله عادي في اي مكان يخص بمحافظتك انت او مدينتك انت، وبعد كده بتيجي في اقرب مكان في حرس حدود للنقطه. في حاجه اسمها تصريح زراعي اللي هو دوت، بيبقى بثلاث شهور. التصريح ده طبعا بتستخدمه في الاماكن اللي هي خاضعه لقوات حرس الحدود، ده بتاخده من المخابرات، اسمه تصريح مخابرات، بيبقى بثلاث شهور. ده الاماكن اللي هي على الحدود نفسها او اللي هي تحت سلطه حرس الحدود ومخابرات حرس الحدود. في تصريح تاني اسمه تصريح الهواء، هنوريه لكم اهو، خليكم معايا. وده يا جماعه اللي هو الايه، التصريح التاني ده بيطلع بسنه. بتقدم انت اللي هو بتاع المخابرات في النقطه اللي هي زي دي كده مثلا، شايفين النقطه دي كده يا جماعه، وبتخش تصطاد. دايما الاماكن اللي هي بتبقى محظوره وفيها تفتيش وفيها رقابه دي، دايما الاماكن دي عشان يبقى عندك خلفيه بيبقى دايما فيها سمك حلو. فعشان كده احنا اجتهدنا في موضوع التصريح ده وحابين نعمل فيديوهاتنا هنا. خليكم معانا بمشيئه الله، يكون فيديو بتاعنا كويس باذن الله، ويكون رزقنا وافر، وان شاء الله نقدر نمتعكم معانا الفيديو. طبعا يا جماعه ده اللي هو الجمبري الحي. الجمبري دوت الشوية اللي انا واخدهم دول انا شاريهم ب10 جنيه تمام، تقريبا يعني 15 واحدة 18 واحدة. هو كيلو الجمبري بيعمل 360 جنيه. فانت لما تيجي تشتري، في ناس بتجيب تمن، في ناس بتجيب نص تمن، انت خليك من تحت النص تمن ماشي، لان انت طالع ما انتش عارف رزقك ايه. لو ربنا اراد ولقيت المكان فيه سمك والدنيا اشتغلت معاك حلوة وزي الفل، ارجع هات لك شويه تانيين. بالنسبه بقى للدود المشرشر، دود المشرشر ده دوده صياده جدا ومطلوبه جدا في البحر. الطرد او الفنجال بيعمل 10 جنيه، بيبقى فنجال صغير كده ملو وبيديهولك يعني ايه طعم. طبعا يا شباب احنا اتعودنا مع بعض على المصداقيه. انا بقالي يومين بنطلع نصطاد، بنضرب مشوار 120 كيلو. والله العظيم ما خدنا سمكه واحده ما خدناها، عشان بس ايه احنا بنصور الحلو ولازم نصور الايه الوحش. اليوم ده كده احنا جايين من بركه غليون، بعد ما مشينا ال 120 كيلو والله ما خدنا سمك. فروحنا لاخونا ماجد حسن، احنا دلوقتي بنحاول ايه نطلع على الصلبان عشان نرمي في وش البحر. طب بسلم لي بقى على ابن الحاج محمود ده. طبعا احنا ايه يا جماعه، النهارده رحنا
رحنا الجنب التاني بتاع رشيد اللي هو بركة غليون ديك. الريح حاليا دلوقتي جاي بحري، فالصبح الريح كان معاك اسمه خالص، معلقناش ولا سمكة. فجينا لاخونا ماجد حسن على اساس ان احنا نقعد معاه شوية. والله بصراحة بمرض اللي احنا قاعدين قاعدة كويسة، ولكن هي قاعدة السلطان، قاعدة بتاعت محترفين بارض الله يعني. معايا طبعا اخويا ماجد حسن. اجودة مسا مسا. يعني قاعدين نتسلى، هو الصياد كده حاله على طول، ما بيعرفش يستغنى عن الميه سبحان الله يعني. فاحنا رميين والتسهيل على الله يعني. بس هو اليوم باين كده ان الدنيا يعني خلاص وقفت. طبعا احنا كمنوعات رحاله لازم نصور الاجواء دي، ولازم نقول لكم اللي بيحصل معانا طبعا، لان احنا تعودنا مع بعض على المستقيم. فالله كريم، هناخد نقلة تانية برضو نقعد على الحوض، قاعدة اهدى من كده بشوية، وربنا المستعان يا شباب. بصراحة برضو بعد ما قعدنا على الحوض يعني للأسف برضو قعدنا ساعتين بالظبط، للأسف برضو ما استرزقناش بصراحة، بالرغم ان الريح يعني كان يعتبر اتعدل، والمفروض ان في سمك كده، ولكن الحمد لله رب العالمين. ده حال الصيد يوم كده ويوم كده. هنقول بقى يا جماعة بإذن الله ومشيئة الله، بالنسبة لصيد الشط ايه أنسب مواعيد صيد الشط. بص يا جماعة، لو انت طالع في نيتك يعني متعشم في الله ان انت تاخد سمك، وما انتش باصص غير للسمك بس، بمعنى ان انت ما انتش باصص لتغيير الجو، ولا باصص للهواء، ولا باصص للرحلة وكل ده، يعني متعشم في الله ان انت مستهدف السمك بس، انت طالع تصطاد، يبقى لازم تعمل حسابك ان انت تطلع باذن الله في ظهر النوة مباشرة. يعني في ظهر النوة يعني لو انت مش محترف ومش هتعرف تبص على نشرة ومش هتعرف تتابع سرعة ريح وكلام من ده، انت البحر هيبقى هايج وشادد وكده وبتاعه، اول ما البحر يبدأ يهدى بالظبط تروح تصطاد. طلعت بالليل ان شاء الله ربنا هيكرمك بسمك كويس، طلعت بالنهار ان شاء الله برضو ربنا هيكرمك بسمك كويس. انا بنحاول نبسط المعلومة ونقولها للناس اللي هي ماشية بالفطرة كده على قدها، اللي هي مش شغلة دماغها بأي حاجة. البحر يا جماعة عشان تاخد سمك من البحر بالنسبة لصيد الشط بالأخص، لازم تطلع في ظهر النوى. في ظهر النوى يعني ايه؟ اول ما البحر يبدأ يهدى تطلع تصطاد. الطعوم اللي هي المفضلة، أرخص طعم وأنضف طعم، اللي هو الدود المشرشر، يلي بعد كده بقى الإسماعيلاوي، يلي الجمبري الحي. أنا مش عايز نطول عليكم، دي نهاية الفيديو، تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله اللي جاي أحسن.